حياكم الله مشاهدينا الأكارم إلى حلقة جديدة من أبعاد أخرى فيما يحاول البيت الشيعي ترميم نفسه للحاق بركب الجماهير. ما زال البيت السني يتهاوى شيئا فشيئا، والخلافات تتعمق بشكل تدريجي حتى بلغت مراحل مريعة تعطي الانطباع والدليل بأن هذا النظام السياسي قد فقد جميع الصيغ السابقة لإدارة الحكم والتنافس وربما التنسيق بين هذه القوى والأحزاب السياسية. ما يجري في صلاح الدين نموذج مصغر لهذا الصراع، الصراع الذي بدأ في بغداد وانتقل إلى الأنبار ومن ثم عاد إلى صلاح الدين. إقالات بالجملة وأخبار واتهامات مختلفة وقرارات قضائية تمنع زعامات سياسية من الاشتراك في الانتخابات المقبلة، ولا أحد يعلم كيف سيكون وستؤول الأمور فيما يتعلق بالوضع الإداري والسياسي والاجتماعي في هذه المحافظة التي خرجت للتو من داعش وإلى غاية الآن ما جرت نفس مثل ما نقول بالعراقي. خلينا نشوف هذا التقرير وراجعين. حرب بلا سلاح، هكذا توصف حرب الكواليس على المناصب والدرجات الخاصة. حرب لم تهدأ بين الكتل والأحزاب المتنفذة على أقل القليل من حظوظ السلطة ومنافعها. رغبة دائمة بالاستحواذ على الدوائر والهيئات والوزارات، تتبعها السيطرة على عقود ومناقصات التنفيذ. مصالح البلاد غائبة، والخلافات التي يصل صداها إلى الجميع خلافات مصالح ونزاعات على الحصص والمغانم. الأحزاب الغاضبة يمكن إرضاؤها بزيادة حصصها من الدرجات الخاصة، والانشقاقات تعبر عن عدم رضا بالممنوح من المناصب. لاعبون جدد يدخلون لعبة الاستحواذ الكبيرة على المناصب بعد كل هزة تخلخل النظام السياسي. بعد هزيمة داعش ظهرت معادلة الأقوياء المحررين والضعفاء المتخاذلين. المدن المحررة والمحطمة تحت رحمة المعمرين تترقب خطوات الإعمار البطيئة وظهور فاعلين جدد يرغبون بتقاسم إيرادات النصر وجني العوائد والأرباح. هزة تشرين ستفرز أسماكا صغيرة تخوض في بحر مليء بالحيتان، أملها أن تصحح المسار أو تدخل في معادلة النفوذ والسلطة لاعبا جديدا يطمح بالمغانم أو بالإصلاح. لكن من له الحق بمنح هذه المناصب؟ وكيف يستغرب المواطنون من فشل المشاريع وتلكؤها وعدم مطابقتها لأدنى مواصفات التنفيذ إذا كانت المناصب تمنح على أساس الولاء والقرب من الأحزاب لتمرير العقود والسيطرة على المناقصات؟ كثير من الضجيج الإعلامي لسياسيين يبحثون عن مصالح الوطن كما يقولون يهدأ بعد أن ترضى مصالحه الخاصة. يمكن لحصص المناصب أن تخرس أكبر الأصوات المطالبة بالحقوق والمنادية بالإصلاح، فورة عظيمة لسياسيين ونداءات من منابر الإعلام خمدت بعد أن قنع بحصته من القسمة العادلة. أناقش هذا الملف مع ضيوفي الكرام السيد يزن الجبوري عضو المكتب السياسي لحزب الوطن الذي ينضم معي عبر سكايب من أربيل. أرحب بحضرتك سيد يزن، أهلا وسهلا بك، وكذلك السيد النائب محمد الخالدي مقرر الجبهة العراقية الوطنية. أرحب بحضرتك سيادة النائب، أهلا وسهلا بك. كان من المفترض أن يكون معنا السيد حسن علو الجبوري عضو حزب الجماهير هنا في الاستوديو، لكن لظرف طارئ اعتذر عن المشاركة. أبدأ معك سيد يزن، ما الذي يجري في صلاح الدين؟ الذي يجري في صلاح الدين هو مصداق حقيقي لأن صيغ الاتفاق السابقة، صيغ الحكم السابقة قد انفرطت بشكل أو بآخر. أنا أخاف أقول حكاية ويعتبروها قاسية، أقرب للفضائح ما يجري الآن
في صلاح الدين، ومن قبله جرى في بغداد من اتفاقات تبدو وكأنها اتفاقات لحظية مصلحية، سميها ما شئت، تضع المواطن والجماهير لهذه المحافظة بآخر الهموم مثل ما يقولون. مساء الخير أستاذ حسام، مساء الخير سيادة النائب أيضا. يعني ما يجري في صلاح الدين هو حلقة من المسلسل الذي يحدث في بغداد. أكو صراع سني حقيقي على التحضير للانتخابات القادمة. هذا الصراع السني أدى لانشقاق سني وتشكيل جبهتين. كان أحد أطراف هذه الجبهة العراقية، الجبهة التي كانت بالضد من رئيس البرلمان، جبهة مشكلة حديثا، أحد أعمدتها الأساسية هو النائب أحمد الجبوري أبو مازن. وعقد صفقة السيد أبو مازن مع السيد الحلبوسي للانشقاق عن الجبهة العراقية مقابل بعض المناصب وبعض الأمور المادية مثل إطلاق مخصصات صلاح الدين. طبعا كان أكو عدة عوامل لهذا، لبداية هذا الخلاف. أولا خلاف على المناصب، وتم حله بإعطاء ترضية وكلاء وزراء اثنين، اللي هم الدكتور رائد الجبوري نائبا لوزير وكيلا لوزير وزارة الصحة، والمفروض الآن السيد عدنان الغنام أيضا يصبح وكيلا لوزارة الصناعة، وبعض مدراء العامين، وأطلاق مخصصات محافظة صلاح الدين. هذا من جانب. من جانب آخر تم الاتفاق أيضا على تعديل قانون الانتخابات، اللي هو كان أساس المشكلة مع السيد رئيس البرلمان. هو قبل قانون الانتخابات سيد يزن، ليش هو أطلاق الحصص المالية للمحافظات يحتاج صفقة سياسية ويحتاج قاعدة وغيره، وشيء طبيعي ممكن أن تمشي الأمور وفق القانون بهذا الاتجاه؟ يعني خليني بس أكمل الصفقة إذا سمحت لي وأرجع لها. تفضل تفضل. تعديل قانون الانتخابات، حذف تعديل حذف وفقرة أن المحكوم بفساد وإن كان مشغولا بعفو لا يعقل المشاركة بالانتخابات. هذه أيضا نقطة مهمة أساسية كان اتفاق عليها. بالمقابل أساس هذا الصفقة وأساس الخلاف، هذه الفقرات أصلا قدر يعالجها السيد الحلبوسي بالاتفاق مع أبو مازن، إضافة إلى أن أبو مازن كان يريد أن يتحصن من القضاء. فلما صار هو بالضد من السيد الحلبوسي، طلب من القوى الشيعية أنه أنا راح أصير ضد الحلبوسي، والحلبوسي يستغل علاقته مع القضاء واحتمال يأذيني في القضاء. فصار أكو اتفاق ما بين القوى الشيعية والقضاء على عدم المساس بأبو مازن لمدة 3 أشهر. طبعا أنا الآن يعني ما أخفيك، أنا سعيد على المصالحة ما بين السيد الحلبوسي وأبو مازن، لأن مبررات يعني هذه المبررات الآن انتفت، يعني باعتبار أنه تصالح مع أبو مازن يستطيع الآن القضاء أن ينظر بقضايا السيد أبو مازن. وأنا عبر منبر قناتك وبرنامجك أدعو مجلس القضاء للنظر بهذه القضايا. إذا كان بريء أنا ما أقول أخليكم علي، أنا أقول أكو 200 قضية تنتظر سيد أحمد الجبوري أبو مازن، خلي القضاء ينظر، إذا بريء فليحكم له بالبراءة، وإذا كان مدان خلي دينا. هذا تجميد القضايا وفق الرغبة السياسية أيضا غير مناسب، يعني أنت إما تتوقف إما تتأجل إما تشتغل ضد. بالمحصل القضاء إذا يريد يثبت أنه هو يعني لا يرضخ للرغبات السياسية، بالمقابل أيضا يجب أن لا يؤجل النظر بالقضايا الجنائية. أي واحد قضية المال المختصر حتى ايضا انطي الدور للسياسه، هو تضرب انت ضربت صواريخ حبيبي. يا قضيه المال، عوف القضيه المال، من هي هاي القوى من هي هاي القوى الشيعيه اللي عقدت اتفاق ويا القضاء بين ابو مازن والقضاء وقالت لهم يا قضاء لا تتحارشون بي 3 أشهر؟ من هذول القوى الشيعيه وشنو علاقتهم بالصراع الدائر بين ابو مازن والحلبوسي وبين البيت السني؟ هاي قصه كبيره. هو سياسية شيعية فاعلة من الخط الأول. لما صار الخلاف ما بين أبو مازن وسيد الحلبوسي، أبو مازن أخبر هذه القوى الشيعية أن الحلبوسي، أنا الآن باعتبار صار ضد السيد الحلبوسي، الحلبوسي يعمل القضاء ضدي. زين. فأنا أتمنى أنه أنتم تضغطون على القضاء، تحشون ويا القضاء أنه ما يضغط عليه السيد الحلبوسي، على أساس أنه هاي قضايا جديدة. زين. على اعتبار مو قضايا صار لك. وهاي القوى الشيعية اللي من الخط الأول كانت بالضد من الحلبوسي وداعمة لأبو مازن بتحركه هذا؟ طبعا أكيد يعني. وشنو اللي صار فيما بعد لعد؟ ليش ما حدا في مقدمتهم يعني همين حتى راح تبقى راح تلف وتدور بعدين حتى تعرف الاسم. فهو سيد هادي العامري نائب أبو حسن. أها. وهذا سيدنا أبو حسن هو رئيس كتلة الفتح، وكتلة الفتح كتلة كبيرة، تحالف الفتح. تحالف. ما الذي وهو اللي طلب من القضاء قال لهم يعني أنه نتمنى راح يصير أكو مشكلة سنية، ونتمنى من القضاء أنه
ما يصير طرف في هذا الصراع. فقالوا زين احنا مو طرف، شنو يثبت لكم الطرف؟ قال يعني تدري احنا عندنا في مدة شهر راح يصير لكم من الجو السياسي، فاحنا نتمنى شهر. فالقضاء قالوا لا مو شهر، 3 اشهر. معي 3 اشهر اعتقد باقي بيها بحدود ال ممتاز 42 يوم. خلينا القصة الثانية، قصة الموازنة بعد شوية من ارجع لك، بس خلينا ننتقل للسيد النائب محمد الخالدي وارحب بك مرة ثانية. هل نستطيع الحديث الآن عن أن الجبهة العراقية ما زالت قائمة بعد الذي جرى انسحاب لأبو مازن ومن ثم بقي النواب في نفس المحطة؟ أكو بيان قبلها للسيد النجيفي يتحدث عن الإخفاق في الإصلاح والتغيير ما لم يكون لتكون المهمة مهمة تضامنية بين المكونات. هل ماديا الجبهة العراقية ما زالت موجودة على الأرض اليوم وبهذه اللحظة؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة يوتيوب. حياك الله. الجبهة العراقية تشكلت على أساس يعني إصلاح برلماني، ومن ضمن الإصلاح البرلماني كان هو إقالة رئيس مجلس النواب. طبعا يعني أنا راح أحكي لك موضوع. أنا قبل تشكيل الجبهة اتصل بي ساعة 3 بالليل السيد أبو مازن، وأنا حقيقة تفاجأت شنو ليش اتصل بي بهالوقت هذا. قال أنت شنو وجهة نظرك بالإصلاح وشي؟ قلت له أنا مع الإصلاح أكيد. قلت له وبعدين ممكن أنه كان الصبح تتصل بي، ولكن قال لا أنا مستعجل وأنا جدا يعني أريد بعد هذا ولازم إحنا نبدي بالعمل. مع الأسف يعني قبل ببعض الأمور وترك جماعته اللي هو كان من العراب الأول كان لهذا الأمر. طبعا البيان اللي صدر من السيد النجيفي بيان مهم جدا. شنو اللي بقى السيد حسام؟ أنا أعرف شكل، ولما أنت تقولها شكل ثاني حبيبي سيادة النائب، شنو الأشياء اللي قبل بها أبو مازن على مود ينسحب من الجبهة؟ هي المناصب والمغانم اللي حصل بيها زين. وعلى أساس هو لا يشتث واشتثوه وأبعدوه أصلا، وسيلاحق هو الرجل سيلاحق يعني سيلاحق ملاحقة شديدة يعني من الدولة، يعني سيكون له يعني وضع صعب جدا في المرحلة المقبلة بسبب الملفات اللي علي حضرتك سمعت أستاذ يزن فشار أكثر من 200 ملف. بعدين أكو قضايا يعني عليه الرجل، والدليل اللي أنا أنطيك إياه أنه انسحبوا منه أقرب الأقربون إلى يعني 5 نواب من الجبهة، هو ما عنده ما بقى له شيء في سيد الجماهير. سيادة النائب، إذا كان المناصب ومدير العام مدراء عامين وكلاء وزراء رجعوا أبو مازن مرة ثانية لتحالف القوى، شنو اللي طلعه من تحالف القوى بالبداية؟ هو الخلاف على نفس القصة؟ يعني أنا أتصور أنه هو الظاهر أراد الضغط على الطرف الآخر اللي هو والحصول على مكاسب، ولكن هذا عيب. أنا أتصور عيب بالسياسة أنه السياسة ترى مبادئ هي وقيم. يعني تجي أنت الآن تمشي مع أخوتك، يعني كأنما واحد يمشي ويا أخوه بالصحراء وما تشوفه إلا عافة ورجع هو وخلى أخوه يعني في مأزق. يعني هذا اللي سواه أبو مازن، أنا متأسف على ما لحق يمشي ويا أخوه بالصحراء غير 3 خطوات 4. أخويا بعدكم ما طابين العرض الصحراء مثل ما يقولون. أنا سؤالي الآن، نتعامل إحنا مع الجبهة العراقية أنه هي موجودة متماسكة لو تفككت بعد هاي الخلافات؟ بالعكس الجبهة العراقية أكثر تماسكا بسبب يعني أنه خروج أبو مازن كان لها فائدة أنه يعني إعادة النظر وإعادة هيكلة الجبهة. والآن الجبهة العراقية يمكن أكثر قوة بسبب أنه يعني احنا طبعا أستاذ حسام احنا نعرف، أنا كنت أعرف بأبو مازن ومفاوضاته، كل الأمور كنت أعرفها منذ البداية، وبلغت الجبهة بأنه هذا الرجل عنده يعني وجه يمنى وجه آخر يتفاوض، وبعد ذلك يعني احنا عرفنا حقيقته ويعني كنا نعرف انه في يوم من الايام، ولكن احنا كنا ننتظر هذا اليوم.
الإصلاح تعرف أنت العملية السياسية هي مثل الملاكمة، لا تنتهي بجولة قاضية، لا تنتهي بجولات، والجولات هي مستمرة، ولازم ينتصر الحق دائما. يعني احنا خلينا نقول أنه أكو في العملية السياسية خطأ، وإلا ما كنا نوصل إلى الدولة السيئة جدا في العالم، يعني المعيشة بها يعني أصعب دولة بها معيشة، ومعيشة ضنك على المواطن العراقي، بحيث احنا ما نقدر نوفر رواتب إلى الآن. هذه كلها بسبب رئاسات رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان أكيد. واحد من ضمن الإصلاح النيابي اللي أنتم تهدفون إليه هو إقالة رئاسة مجلس النواب، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي بشكل واضح. هذا الهدف ما زال قائم. لو أكو تفاهمات جديدة، أعداد، تفاصيل تغيرت، أنا أريد أحكي بهاي التفاصيل أثناء الحلقة، بس أريد أخذ منك إجابة أولية الآن. التفاصيل أنا أعطيك إياها. السيد أسامة النجيفي عندما قال بأنه هو تضامني، تأكيد يعني إذا ما كان هناك عدد 166 نائب ما تقدر، يعني لا أي طائفة أو أي كتلة أي حزب ما عنده هذا الرقم إذا ما كان هناك تفاعل بين الكتل السياسية، وخاصة الكتل الشيعية اللي هي كانت داعمة لهذا المشروع وداعمة بقوة، يعني كانت هي تتصل بينا وهي مستعجلة كانت. يعني بالبداية رادوا 25 نائب، قالوا حتى نقول يا با احنا راح نكون معاكم، بعدين سووا 30، بعدين سووا 35. يعني هي كانت مطالب من الكتل الشيعية انه طالما المكون السني الى رغبة، واذا احنا راح ندعم هذا الامر. بالنسبة للكرد، الكرد في تفاوضنا ال 15 كانوا مع هذا الامر، ولكن السيد البرزاني كان متحفظ ما انطانا جواب خلال اليومين السابقين، على اساس يومين وينطينا، وبعدين صارت المشكله مال القرض. عندك ايضا الاتحاد الوطني كان بين يعني في التفاوض، ولكن ما كان اكو كلام، كان الكلام اللي الدقيق هو من الفتح ومن دوله القانون ومن النصر. اما بالنسبه لسائرون ما كان قريب على هذا الشيء، وكان أكو تفاوض في هذا الأمر. ممتاز. ولكن يعني خروج أبو مازن طبعا هو أثر علينا، ولكن جماعته ما طلعوا من عندنا. ممتاز. جماعته الآن موجودين ضمن الجروب. ممتاز. والعدد واحد يعني فوق 25 نائب الآن موجودين ضمن الجروب. ممتاز. واحد من جماعته راح ينضم ويانا عبر الهاتف، السيد حسن علو الجبوري اللي كان يفترض أن يكون معنا هنا في الاستوديو، لكن لظرف طارئ منع من الحضور. ينضم وياي عبر الهاتف السيد النائب حسن علو الجبوري عن محافظة صلاح الدين وعن حزب الجماهير تحديدا. أرحب بجنابك سيادة النائب وأسألك، هل ما زلت في حزب الجماهير أم أنك أعلنت انسحابك منه ولماذا؟ أهلا بك أستاذ حسام وضيوفك الكرام والأخ محمد الخالدي، وتحية لجمهور قناة يو تي في. حياك. طبعا يعني نعم اعلنت انسحابي، وانا الان خارج حزب الجماهير الوطنيه كنائب مستقل ضمن الجبهه العراقيه. يعني لحد الان لم تحدد يعني الرؤيه المستقبليه لوضعنا السياسي كنواب الخمسه، ولكن حاليا نحن ضمن الجبهه العراقيه. زين، ما هي الاسباب اللي دعتك ودعت زملائك بداخل الحزب الجماهير من الانسحاب من هاي الكتله؟ شنو اللي صار؟ لا اخفيك استاذ حسام، قد تكون يعني الاسباب هي اكثر من سبب او تراكمات لمشاكل او خلافات، اختلاف الرؤى بيننا وبين الاخ ابو مازن على مدى السنوات الماضية من عمر البرلمان. يعني اختلفنا كثيرا ربما، واتفقنا في بعض الأحيان، لكن اختلافاتنا كانت أكثر من الاتفاقات. زين، لكن يعني على رأي المثل أنه وصلت حدها، يعني في الآخر أنه ما ممكن أن نستمر سوية بمشروع سياسي، ولهذا اتجهنا إلى الخروج من حزب الجماهير. زين، شنو هذا اللي وصل الموضوع إلى الانفصال؟ انتوا كنتوا واحد يصفح عن الثاني ويتجاوز اخطائه وتصالحون وتزعلون، اليوم شنو اللي صار بالتحديد؟ هي قصه انسحاب الاخ ابو مازن من الجبهه العراقيه، لو شنو بالضبط اللي صار؟ يعني اكو لحظه خلتكم تقررون انه لا عوده، شنو هاي اللحظه؟
يعني قد تكون هذه الخط الفاصل يعني كانت او الخط النهائي اللي بينه وبين ابو مازن انه انسحاب ربما من الجبهه العراقيه، انه ربما لم ياخذ راي حزبه وانما كان قرار فردي من قبل السيد ابو مازن. لكن كما ذكرت لك انه هناك امور ربما اكبر او اكثر. شنو احنا نريد نعرفها، احنا نريد نسمعها سياده النائب، شنو هي الامور الاكبر اللي صارت؟ يعني جمهوركم بصلاح الدين جاي يتفرج على هاي المذبحه مال المدراء العامين اللي ما ادري شو وقت تتوقف، يريد يفتهم شنو الاسباب. يعني انا ذكرت لك انه ربما كل نائب من النواب الخمسه له اسبابه الخاصه يعني اكثر مما تكون اسباب مشتركه، وربما نشترك باكثر بكثير من القضايا. ما اخفيك اختلفنا يعني بكثير من الامور، انا من الموصل ونائب عني وليس من صلاح الدين كما ذكرت. نعم اختلفنا كثيرا يعني بصراحه باداره الامور كحزب جماهير في نينوى. أنا شخصيا اختلفت معه في كثير من الأمور في إدارة منذ تشكيل أو تغيير المحافظين واستبدالهم وأمور كثيرة في إدارة ملف المحافظة، حتى كسياسيا كحزب إدارة الموضوع اختلفت مع السيد أبو مازن. وبعدها يعني بصراحة يعني أخذنا باتجاهات مختلفة وغير ثابتة. زين. يعني حتى موضوع إخالة السيد الحلبوسي كانت هناك يعني اختلافات في الرؤى حول هذا الموضوع، لكنه تمت الاستجابة لطلبه عندما رأينا أن هناك إجماع على هذا الموضوع، لكنه عندما انسحب انسحب بدون أن يأخذ رأي الجميع. والقصة متعلقة كانت ربما تفضل يعني خلينا نقول المفصل الأخير في وجودنا مع السيد ابو مازن. زين القصه تتعلق والحديث اللي قاعد يدور وعلى ما يبدو انه هي القصه الحقيقيه، اصل الخلاف على مناصب مجموعه مدراء عامين ووكلاء وزارات، من ثم عادوا هذول المناصب بقعده صلح ما بين الجماعه ورجع ابو مازن. انتم من قال لكم خلونا ننسحب، قال لكم ليه ناخذوا حصتي حصه الحزب لو شنو هذا الاجتماع اللي صار؟ أنا يعني بصراحة هو هذه قد تكون أحد الأسباب. زين. يعني عندما انسحب لا نعرف لماذا انسحب، وعندما عاد لا نعرف لماذا عاد. نسمع حالنا حال الآخرين الذين بعيدين عن الحزب، يعني ما أخفيك هناك تفرد في القرار، هناك يعني نوعا ما هيمنة كاملة على القرار في الحزب، يعني أغلب أعضاء الحزب لا يأخذ رأيهم بمثل هذا الأمر. وهذا السبب الذي دعانا يعني أن نترك الحزب، خصوصا وإننا مقبلين على انتخابات جديدة أو مرحلة مقبلة مرحلة سياسية جديدة أخرى. ما راح تتراضون بالأيام الجاية سيادة النائب يصير قاعدة تصلح شيء بقلاوة فتشي؟ والله يعني ما أخفيك يعني قد يكون قرار الشخصي هذا حاسم، أما قرار زملائي الآخرين من النواب لا أعرف، لكن ما أراه منهم أنه الموضوع منتهي ما ممكن العودة، لكن أنا أتكلم عن نفسي شخصيا القرار لا رجع فيه. شكرا لجنابك سيادة النائب حسن علو الجبوري على انضمامك معنا في البرنامج، كنا نتمنى تكون ويانا هنا بالاستوديو، لكن نتمنى لك السلامة وفي فرصة مقبلة إن شاء الله. أذهب إلى السيد يزن مرة أخرى وأسألك، الغريب لجنابك وللمشاهدين أيضا أننا حاولنا الاتصال بأكثر من نائب، حقيقة أكثر من 10 نواب، 5-6، بقينا نفتر، طلعنا من إطار النواب، رحنا على إعلاميين على محللين، ردنا أحد يدافع عن الأخ أحمد الجبوري أبو مازن، ما لقينا. قالوا لنا واحد نائب أحمد المشهداني واتصلنا به وهمنا، قال الرجال أنا ما أقدر، أعتذر يعني ما أقدر أظهر، وطبعا هو الرجل همين اعتذر عن الحضور، انا اتصلت به شخصيا واعتذر عن الحضور. هذا شيء ينطينا انطباع، ينطينا انطباع انه تحول ابو مازن الى كره نار، الناس تريد تتخلص من هذه المشكله، خصوصا بعد القرار التمييزي اللي صدر اليوم، لو شنو بالضبط تقراها سيد يزن؟ طبعا يعني تدري جنابك الحدث الاهم من انشقاق 5 نواب من ابو مازن هو انشقاق محافظة صلاح الدين عن أبو مازن. صحيح. باعتبار محافظة صلاح الدين هي البقرة الحلوب وهي اللي تمول
كل هذا الحراك السياسي لأبو مازن وكل هذه الهيمنة والقوة وأغلاق الملفات والقضايا وكل هذا الشغل مالته تمول معضل صلاح الدين. راح أرجع لها بس خليني أجي لك على قصة لماذا لا يقف باعتبار أريد أجاوب سؤال جنابك. اليوم أبو مازن ممنوع من المشاركة بالانتخابات بقرار قضائي، ممنوع بحالتين، أكو مسارين. كان أكو مسار أن القانون قانون الانتخابات الجديد لا يسمح للي عنده عليه قضايا فساد وإن كان مشمولا بعفو بالمشاركة بالانتخابات، هذا مسار، وهو كان يعمل على تغيير قانون الانتخابات في البرلمان. وأكو مسار آخر أن المفوضية نفسها قد منعت أبو مازن بالاسم من المشاركة في الانتخابات، وهذا اللي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم بقرار باد غير قابل للطعن أنه ممنوع من المشاركة حتى وإن قام بتعديل القانون. هو الآن يبحث عن مسار ثالث اللي هو إعادة المحاكمة، مسار شيطاني جديد يقول لك أنا أروح أسوي إعادة محاكمة للقضايا اللي أدين بيها بفساد وشمل بالعفو بيها ودفع تضميناتها لفلوس، اللي أنا أسوي إعادة محاكمة لها بلكي يقدر يحصل بيها براءة حتى ما يكون عنده قضايا مشمول بعفو. وهذا أعتقد الأمر شبه مستحيل. هو بهذا أباين النقطة أنا ما أرد أقاطعك، بس أكو نقطة غاية في الأهمية يعني يجب الإشارة إلها سيد يزن. بالأخير النائب يختلف عن المرشح، اكو رحلة ما بين المرشح وصولا للنائب. مرشح يشترك في الانتخابات ومن ثم فائز بالانتخابات يردد القسم يصير نائب، الأهم أكيد هو النائب. زين، آني القانون منع المرشح أن يرشح بسبب جريمة مخلة بالشرف، كيف ما أنهي عضويته الآن وهو نائب في مجلس النواب؟ سؤال مهم، سؤال مهم وبالغ بالغ الأهمية. وهذا المفروض يجاوب عليه مفوضية الانتخابات أو مجلس النواب. زين، جواب مو عندي، أو أستاذ محمد الخالدي طبعاً أستاذنا كلنا هو يقدر يجاوب على هذا السؤال. نعم. على هذا السؤال. نعم. الآن ليش ما حد يدافع عنه؟ نرجع نقول هو ممنوع مشاركة بالانتخابات، حزبه ممنوع يشارك بالانتخابات باعتبار هو رئيس هذا الحزب، وممنوع مشاركة بالانتخابات، إذا هذا الحزب ممنوع مشاركة بالانتخابات هو عليه عقوبات أمريكية، مو عقوبات إرهاب ووجهة نظر، هو معاقب أمريكياً بجرائم ضد الإنسانية وجرائم فساد، هو عليه 220 قضية في القضاء. هو الآن لا يثق بها أحد، يعني الجبهة العراقية بالمطلق لا تثق بها، بالأصل كانت ما تثق به. الآن طبعا أنا الجبهة العراقية أبارك لهم نطلع من عندهم أبو مازن، لأنه باعتبار نطفة هذه الجبهة بشكل كبير. الجبهة العراقية ما عاد يثق به، الفتح ودولة القانون لا يثقون به باعتبار هو أيضا انقلب عليهم بيوم وليلة. حليفة الجديد اللي هو أيضا الحلبوسي مستحيل يكون يثق به، مع انه الحلبوسي ما زال ملتزما بهذا الاتفاق بينه وبين ابو مازن، على اعتبار ان ما قدمه ابو مازن للحلبوسي ما حد يقدم له اياه، يعني هو قبل ان يتمرد وان يغدر بسيد المالكي وهادي العامري والعصائب والجبهه العراقيه بكل نوابها وبحزبه نفسه حزب الجماهير في مقابل ان يتصالح وينقذ السيد الحلبوسي. فاكيد السيد الحلبوسي ما زال يعني يدين له ووفي وياه، ولهذا يضغط على السيد محافظ صلاح الدين، يعني هذا التبرير الوحيد ليش هو يضغط على السيد محافظ صلاح الدين ان يتصالح مع السيد ابو مازن، او انه عاجبته فكره ان محافظه صلاح الدين تبقى بهذا الوضع المزري، حتى تبقى بالنسبه الى الانبار هي مضرب المثل، يعني تبقى محافظاتنا بهذا السوء وهذا الفشل وهذه رداءة الخدمات، تبقى الانبار قدام الكل انه هي محافظه ناجحه، يعني واحده من ذني السببين. واقعا هذا اللي قاعد يصير حبيبي سيد يزن، اللي دا يصير هو الجمهور دا يقارن ما بين ما انجزه في الأنبار وما لم ينجز في صلاح الدين. السؤال الذي يوجه لكم أنتم أبناء هذه المحافظة والأحزاب والسياسيين الممثلين لهذه المحافظة، ما الذي جرى؟ شنو اللي يا أخي شنو اللي خلى إيدكم مغلولة ما تتحركون كل هذه الفترة؟ ما من 2013 ماكو انتخابات، آخر انتخابات مجالس محافظات صارت 2013، كان التزوير هائل بها، هيمن هو على القرار السياسي في المحافظة وبقى حاكم المحافظة من 2013 إلى 2020، ما صارت انتخابات. هذا واحد. اثنين، بتدري أنت أيضا حضرتك في الفترة السابقة كان عنده تحالف استراتيجي مع إيران، وقدر يتحصن عن طريق هذا التحالف بأنه ما يمس قضائيا. جت انتخابات البرلمان وصار نائب وترك حصانه، ما حد يقدر يدق بهذه الحصانه. والان هو اصلا يسعى للمشاركه بالانتخابات ويصير نائب، مو لغرض انه يصير نائب، فقط الهدف الرئيسي من عندها هي الحصانه، لان هي باللحظه التي ترفع الحصانه عن ابو مازن ينسجن ورا 5 دقائق. الان اكو فرصه حقيقيه لتغيير في المحافظه. سيد المحافظ دكتور عمار، انا اعتقد اللي قام به هو عمل جريء شجاع، بغض النظر عن الدوافع، اذا اكو احد وراه، اذا هو اكو فت خلاف مالي، هذا كله مو شغلي. انا اعتقد انه هو خروجه من ابو مازن بهذه الطريقه،
هذه التغييرات الهائله اللي سواها، مثل ما ادري تعرف حضرتك هو غير مدير المجاري، مدير الماء، المعاون الفني، المتابعه، يعني هو غير هذا ابو التخطيط اللي هو اسمه قاسم، اللي هو واحد من افسد فاسدين بالمحافظه زين. واللي ما كان احد يقدر اصلا هو سيد يزن الايام القادمه. ممتاز، اني خلي يعني محور كامل حول استقاله المحافظ والتغييرات التي اجراها وما تحدث به المحافظ، لكن اسمح لي ان اذهب الى السيد النائب محمد الخالدي من ثم نعود لجنابك سيد. اذا ممكن بس تعيد للسؤال اللي سالتني اياه. راح اعيد للسؤال سيد محمد الخالدي. يعني خليني بالبدايه اسالك هذا السؤال ومن ثم اعود لسؤالي الاساسي. بالحقيقه اني استغرب من الجانب القانوني، جنابك مقرر لمجلس النواب لمده 4 سنوات والان نائب في هذه الدوره، قانونيا احنا نمنع المرشح من الاشتراك في الانتخابات لانه مدان بجريمه مخله بالشرف وقرار تمييزي غير قابل للطعنها، ولكن استمرار عضويته بعد الحد الان محتفظ بعضويته، ليش هو الاهم او الاولى ان تنقض عضويته بسبب ارتكاب هذه الجريمه وصدور حكم ادانه بحقه او منعه في الانتخابات المقبله بقرار تمييزي؟ نعم طبعا اللي يصادق عليه المحكمة الاتحادية كنائب لا يمكن الطعن به إلا من خلال مجلس النواب. يعني الآن مجلس النواب، على مجلس النواب طبعا أخلاقيا هو أنه يقدم السيد أبو مازن إلى المحكمة يعني إلى التصويت، إن حصل على موافقة أغلبية مجلس النواب بإنهاء عضويته فبها، وإن لم تحصل يذهب البديل إلى المحكمة الاتحادية ثم يأتي بقرار، يأتي بقرار إقالة السيد أبو مازن من منصبه. هذا الصيغة القانونية، ولكن مع الأسف مجلس النواب أيضا بها كثير من الأخطاء. يعني هناك أكثر من 12 نائب الآن هم عليهم يعني دعاوي، هم ليسوا نواب ولكن يمارسون النيابة الآن بسبب أخطاء المفوضية في احتساب خاصة كوتا النساء. وأكو نواب يعني وسيادة النائب، أكو نواب هم نواب لكن ما دخلوا للقبة ورددوا القسم إلى غاية الآن، مثل مثلا باسم خشان اللي حصل قرار حكم من المحكمة الاتحادية، وهي هاي الأخطاء الجوهرية بالعملية الديمقراطية ككل، ليس في إدارة البرلمان وحسب. خليني أسألك سيادة النائب، هنا الجمهور السني، جمهور المكون السني وجمهور المحافظات المحررة، يمكن خليني أقول وأصير جريء فيما عدا الأنبار لأن وضعها مختلف وخاص، ينظر بحيرة عن ما يجري. شنو جبهة عراقية صارت انسحبة وذولا بقوا، أبو مازن يتحدث عن قراءة موضوعية في بيان الذي أصدره وإعادة قراءة موضوعية، الكلام يحكي عن مناصب وطيني منصب وانطيك منصب وما أعرف إيش. شلون راح تروح هاي الأحزاب الجمهورها مرة لاخ بالانتخابات المقبلة؟ إيش راح تقول لهم بتقديرك؟ يعني هي كل تقريبا كل الأحزاب الآن هي فقدت الكثير، أغلب الأحزاب فقدت الكثير بسبب سوء الأداء، وخاصة بعد 2018 يعني صار هناك عدم ثقة بسبب التزوير اللي حصل بالانتخابات حسب يعني تقارير الحكومة وأيضا تقارير البرلمان الأوروبي، وأيضا أمريكا هي أيضا كانت هي يعني مشاركة في مراقبة الانتخابات. مشكلة الـ يعني العراق الآن هي مشكلة فقدان الثقة بالعملية السياسية بشكل كامل. احنا ما نقول أحزاب، بشكل كامل الآن هناك فقدان ثقة. ما يعني حضرتك تعرف انت يعني تقدم برامج و تعرف اكثر السياسيين، ولو تسأل في الشارع رأيها في العملية السياسية يعني أغلبهم الآن يقول لك أنا ما راح أروح انتخابات لأنه راح يكرر. بالفعل الآن القانون الموجود إذا صار انتخابات أنا أنطيك 100% تزوير، راح يصير. ليش؟ لأنه هناك مجال مفتوح في استخدام البطاقة العمياء. يعني البطاقة العمياء الواحد يقدر يصوت 100 مرة
في البطاقة هذه، وبالتالي تغيير النتائج. يعني أنت إذا واحد يصوت 100 مرة، يعني 100% التغيير راح يصير، الأصوات راح تروح لجهات معينة، نعم، اللي تريد تزور. إذن هنا البطاقة العادية، يعني أنت تعرف الآن الجمهور عبالهم الآن أنه فقط تستخدم البطاقة البيومترية. الآن الوهم في بعض الكتل السياسية توهم الناس، ولكن أنا أقول بأن هناك 4 كتل سياسية هي الآن تعمل على أنها تشارك البطاقة البيومترية بالبطاقة العادية، البطاقة العادية اللي هي تسمى البطاقة العمياء، وبالتالي فإن مشاركة أي نسبة من البطاقة العمياء في الانتخابات حتى لو كان 1% سيحدث هناك تزوير 100%. فلذلك أنا يعني أنبه وأدعو الجمهور، أدعو الجمهور والكتل الوطنية بأن لا تكون تجرى الانتخابات إلا من خلال البطاقة الوطنية، البطاقة البيومترية، حتى لو كان هناك نصف العدد، لأنه اللي ما يريد يجدد البطاقة مالته، ما يريد الآن يطلع البطاقة البيومترية، هو ما يريد يشترك بالانتخابات. إذا أنا ليش أجبره أنه تعال بالبطاقة العادية؟ ليش؟ يعني معناته اللي أنا أريد أجبره حتى أزور مكانه، لأنه هو أصلا ما يريد يجي، ما يريد يحدث. لو هو حريص، المواطن حريص على أنه يعطي صوته، يعطي صوته بالبيومترية حتى لحد يزوره. فإذا هنا هو واحد من القضايا، أنت تعرف هنا في كل دول العالم ماكو مشاركة 100%، 40-30-50. واحد من القضايا اللي تلامون عليها كممثلين عن هذه المحافظات هو سماحكم بمرور الانتخابات المقبلة بشكلها الحالي المتحفظ عليه مثل ما قاعد تتفضل حضرتك، وبالتالي ما تغير شيء. الجمهور اللي ينتخبكم مرة لاخ ما يعتقد بوجودكم لتغيير وضعه، جرب في أكثر من مرة، والمشكلة أنه خياراته محدودة. سيادة النائب حبيبي راح أرجع لك مرة ثانية إذا تسمح لي أنت. لا أستاذ حسام، أنا آسف، يعني بس هذا الموضوع، إحنا جمعنا تواقع ضد هذا الأمر، وأنا قلت لك 4 كتل سياسية هي اللي تريد تمشي هذا الشيء، وإلا إحنا جمعنا عدد نصف زائد واحد، ولكن رئاسة البرلمان مشتها بهذه الطريقة. جمعنا تواقع ورفضنا ورحنا على رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بأنه يعيدون النظر، ولكن ما عادوا النظر في هذا الأمر. ولذلك احنا نقول إذا بقت هذه، أنا كحزب وكل القوى السياسية سندعو إلى مقاطعة الانتخابات، وسوف لن نشترك بالانتخابات إذا ما كانت على البيومتري. وأنا أعطيك هذا الكلام، وهذا كلامي النهائي، إذا ما كانت بيومترية 100% ما نشارك، وسندعو إلى مقاطعة الانتخابات وسنبلغ الأمم المتحدة. ممتاز، راح أرجع لجنابك سيادة النائب. سيد يزن، أدعوك وأدعو المشاهدين الكرام للاستماع لما قاله محافظ صلاح الدين في بيانه للاستقالة من حزبه أو من التكتل السياسي الذي ينتمي إليه. خلينا نشوف مشاهدينا ونرجع لكم. تسلمت زمام المحافظة لكي أعمل وأخدم، ولكن في هذه الفترة السابقة كانت للتجاذبات والإملاءات السياسية الأثر السلبي الكبير على الخدمات المقدمة وعلى القرارات المتخذة، وهذه التجاذبات تارة تجعلنا نتخذ قرارا غير مناسب، وتارة تجعلنا نتغاضى عن قضية غير صحيحة، وهذا الأمر يدعوني هذا اليوم لكي أكون صادق وأمين أمام الله وأمامكم بأني أعلن هذا اليوم انسحابي من أي حزب أو أي عمل سياسي، وأكون مستقلا لأعمل كمحافظ لمحافظة صلاح الدين بمهنية وبشفافية، وأبعد أي تأثيرات على القرار في المحافظة غير التأثيرات التي يرضى بها الله والقانون ويرضى بها شعب صلاح الدين. لن تكون هنالك إملاءات علي بعد الآن.
سيد يزن، استمعت لما قال المحافظ صلاح الدين، أنا توقفت عند مجموعة من النقاط اللي قالها بهاي الدقيقتين القليلة اللي حكى بيها بفيديو الاستقالة من حزبه. قال إنه بعض الإملاءات التي كانت تملى علي بمنصبي كمحافظ كانت تمنعني من تقديم الخدمات الجماهير هذه المحافظة وشعب محافظة صلاح الدين. شنو هاي الإملاءات اللي تملى على محافظ صلاح الدين، وهل قد محافظ صلاح الدين مقيد بعمله؟ معقولة ما أفهم الطريقة بصراحة. يعني كل مدراء الأقسام، كل مدراء الدوائر في محافظة صلاح الدين هم معينين من قبل أبو مازن، غير معينين من قبل المحافظ، ولا يستطيع المحافظ المساس بهم. هاي واحد. اثنين، كل المخصصات والأموال التي تأتي إلى محافظة صلاح الدين، 90% من المخصصات التي تأتي إلى محافظة صلاح الدين 90% تذهب إلى مقاولين اثنين، واحد اسمه هيثم الزهوان، واحد اسمه حمد الهجف، اللي هم الأذرع المالية للسيد أبو مازن، و10% توزع على بقية المقاولين. يجوز يعني لما يجي آخر مرة إجى 47 مليار، يجوز بقولة للسيد المحافظ 600 مليون 700 مليون دينار حتى يشتغل بها بالمحافظة. عجيب. وين راح هذني لعد 47 اللي 46 قول؟ وين راح؟ سحبن كاش، كلهن سحبن كاش. المن النطن؟ النطن لأبو مازن، خذهن محمد الهجف وهيدا مزهون. يا أخي ما يعني هيئة هذول الرقابة المالية، هيئة النزاهة، ما أعرف منو، ما يراقبون سير هاي الأموال الكاش وين تروح؟ راح أعطيك أنت ديوان رقابة المالية في 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 تقرير إحدى السنوات، ما أتذكر بالضبط السنة، أعتقد 2013، يقول إنه موازنة محافظة صلاح الدين جزء كبير منها قد قدم كرشة لأعضاء مجلس محافظة ونواب في مجلس النواب العراقي عن طريق أبو مازن. مو أنا أقول، ديوان الرقابة المالية يقول. يعني أنت اليوم ديوان الرقابة المالية خلي دقق، راح يكشف فساد. هيئة النزاهة راح تدقق، راح تكشف إنه أكو فساد، راح يصير أكو ملف، راح تحقق به، يكتمل هذا الملف، يروح إلى القضاء ونايم بالقضاء. هاي 220 قضية، خلي يصيروا 221، خلي تصير 222، خلي تصير 223. هاي هي العقلية اللي تدار بها المحافظة. بالمقابل السيد عمار الجبر رجال دكتور من عائلة كريمة مضلوعية، صعب كان يقبل على نفسه أن يبقى بهذا الدور. ماكو واحد يقبل أن يبقى ديكور بهذا الشكل وما يقدر يقدمها. من الناس تعامل على أنه محافظ فعلا، والناس تريد من عنده، الناس تعاتب على الطرق المدمرة في الشرقات، على المدينة المدمرة في بيجي ما يقدر يعمرها، على انه ما يقدر ينقل واحد، هذه الامور الناس تطلب من عنده، هو ما يقدر ينفذ الرجل. فاخر شيء بعد ما يقدر يتحمل. يعني انا بس راح اعطيك قصه صغيره على محافظه صلاح الدين، لها علاقه بمالك القناه الشيخ خميس الخنجر. تفضل. سيد خميس الخنجر عنده مكتب في بيجي. هذا المكتب راح عدل المحلات في داخل مدينه بيجي وسوى فلكه. زين. خوش؟ اي. اجى السيد ابو مازن فلش الفلكه وفلش المحافظ وفلش هاي المحلات اللي معدل. ليش؟ اي. لأن شكلها مشاز، لأنها معدلة، لأنه أكو فلكة وماكو لا فلكة ولا أي محل في كل المحافظة. زين الملاحظة. شكلها كلش مشاز فرح فلشها. إيه؟ لأنه صعب يبني مثلها، بس الأسهل يدمرها. إحنا محافظة غير قادرة على البناء، صار من 2013 لليوم إحنا ما داقين برغي بالمحافظة. زين. قدرنا نفلش بعض الشوارع، جماعة فلشوا بعض الشوارع، سووا مجاري. أقروا مجاري بس ما سووا مجاري، فلشوا الشوارع حتى يسوون المجاري. بالمحصلة لا عندنا شوارع ولا عندنا مجاري الآن. من الجسور اللي واقع في محافظة صلاح الدين اعتقد جسر واحد تصلح، اللي هو جسر سامرة، كل الجسور الاخرى ما تصلح منهم ولا واحد، ما تصلح بطريقه حقيقيه. زين احنا ما بانين مستشفى، احنا ما بانين دار ايتام، احنا ما مسوين جسر، احنا ما مسوين مشروع مي. هذا ايش في محافظة صلاح الدين واللي صار فيه في محافظة صلاح الدين يتجاوز التريليون دينار عراقي. ممتاز. هذا اني اجلت السؤال اللي هسه ارجع اعيده مره ثانيه واطرحه على جنابك. هذا اللي يفسر انه من ضمن الصفقه التي ابرمت هو اطلاق الاموال لمحافظه صلاح الدين، انه الاهالي 40 بالاخيره هاي. أيوة. واحده من عندنا كان وقف سيد الحلبوسي لانه يعتقد هذا المره راح ياخذ ابو مازن راح يستعمله ضده. يعني سيد لما وقف هي السيد الحلبوسي يعرف انه هاي الاموال لما تطلق راح ياخذها ابو مازن. طبعا كل العراق يعرف، مو السيد الحلبوسي يعرف، كل العراق يعرف انه اي فلوس راح تروح الى محافظه صلاح الدين راح ياخذها ابو مازن. عجيب. طبعا انا بس اريد ارجع لك على فد نقطه حتى نعبرها. تفضل. باعتبار احنا لما جنابك تبدا تسال على ليش ابو مازن راح بهذا الجو، ليش ابو مازن راح بالجبهه العراقي، انه هو فقط هاي المناصب، فقط الفلوس، فقط هاي القصه، ومحصلها كانت تقدر تنحل. السبب الرئيسي وراها هو اكو سبب، هذا الاسباب هي اسباب تكتيكيه واكو سبب استراتيجي حقيقي. السبب الاستراتيجي هو محاوله ابو مازن ان يتقرب من الامارات. الامارات كان عندهم مشكله مع السيد الحلبوسي بسبب زياره السيد الحلبوسي الى تركيا. زين.
الإماراتيين باعتبار عندهم مشروع في العراق. اليوم الإمارات ما يستطيع، ما عنده أحد يتعامل وياه باعتبار سيد خميس الخنجر قريب من تركيا وقطر. سيد أسامة نجيش أيضا قريب من ذلك المحور. الحزب الإسلامي هم عندهم خلاف عقائدي وحقيقي وياه كإماراتيين وسعوديين، فما بقى غير مرشح وكان حليفهم الحلبوس. لما صار أكو خلاف أبو مازن اعتقد أنه هاي فات فرصة زين، وهو عنده مشاكل مع أمريكان اعتقد أيضا أنه الإماراتيين يستطيعون أن يحلوا هذه المشكلة. فراح تصدى الحلبوس يسوق نفسه أمام الإماراتيين حتى يكون هو خليني أقول الحليف أو الأداة لمشروع الإماراتيين. طبعا بالمحصلة هذا تفكير ساذج يعني، تفكير ما واحد بسيط. شنو اللي صار بعد بهذا التقرب؟ بعد الإماراتيين كانوا مؤيدين لهذا المشروع للإطاحة بسيد الحلبوسي، بعدين الإماراتيين شالوا من هذا المشروع لأنه كان بالنسبة لهم مجرد أنه خليني أقول تلويح يعني توبي قرصة إلى آخره، مو قطيعة حقيقية مع سيد الحلبوسي. وماكو عاقل أصلاً لا الإمارات ولا غير الإمارات ممكن أنه تتخبط يكون حليف واحد معاقب أمريكياً بهذه الطريقة من اللصوصية. جيد، ابقى وياي يا سيدي يزن، راح ارجع لك مره ثانيه. انتقل لسيد النائب محمد الخالدي، او قبل ان انتقل ادعوك سيد محمد الخالدي لان تستمع معي او ترى، ما ادري اذا انت تشوفنا، للتغريده اللي كتبها السيد ابو مازن قبل ساعتين من الان على تويتر، ردا طبعا على القرار القضاء الذي التمييز الذي صدر اليوم والذي يمنعه من الانتخابات. هو يرى ويعتقد بانه قرار سياسي، فيقول سيكتشف سياسيو الوقت الضائع أحجامهم الحقيقية في الانتخابات المقبلة. لن يشغلنا خطاب التضليل والنفوس المهووسة بالفشل. تتصاعد أصوات الجعجعة مع غياب الطحين. مشروعنا أفقدهم صوابهم. لم نقامر بكرامة أهلنا ولن نكون يدا مغلولة في الدفاع عن حقوقهم. الانتخابات خيارنا والهزيمة رصيدهم. السيد أبو مازن يعتقد أن الخلاف في عمقه هو خلاف سياسي، وفي ظل الخلافات السياسية المتناسلة في البيت السياسي السني والبيت السياسي الشيعي والكردي، من الممكن أن نصدق بأن في عمق الأزمة هو عمق خلاف سياسي. ما الذي يثبت بأنه اللي تعيد يعيش البيت السياسي السني هو مو خلافات سياسية من الممكن أن تصفى بعدين؟ يعني يمكن التصريحات اللي نقولها بهاي الحلقة راح تحرجنا بعد كم شهر لما تقرب الانتخابات. سيد محمد، يعني هو التغريدة مالته هذه مفروض هي الجبهة العراقية تطلع بهذه يعني الوصف، لأنه ما أعرف يعني هو شنو الاستند على شنو يعني يشكك بالسياسيين، يعني شنو الناس لازم تشكك به؟ هو الرجل يعني عاف جماعته وطلع، يعني مو جماعته اللي غدروا به، لا بالعكس. يعني هذا واحد. اثنين، يعني هو دي يعول على انه كحزب او شيء من هالقبيل، حتى حزب راح يشارك، حتى حزب راح يمنعوه. وانا معلوماتي لدي معلومات كامله انه كثير من بعض القادة راح يمنعون من المشاركة، سواء كان بدعوة أممية أو بدعوة أنه يعني هم يعني لديهم مخالفات ضد، يعني مخالفات موجودة في قانون المفوضية. كثير لدي معلومات أنه ستظهر في الأيام المقبلة أعداد كبيرة من بعض القادة الموجودين اللي سيمنعون من المشاركة على شاكلة أبو مازن وحزبه أيضا. بس السنة والشيعة، نعم، من كل الأطراف، من كل الأطراف السياسية، هذا من كل الأطراف. هذا الخلاف السياسي، معلوماتي سيد محمد الخالدي أنه أكو أطراف سياسية سنية نصحت الجبهة العراقية، قالت لهم أنه الطريقة اللي رايحين بها الإقالة الحلبوسي هي طريقة مو سياسية بالاعتبارات عديدة. أول هاي الاعتبارات هو أنه أنتم راح تتعرضون يا جماعة لابتزاز من الكتل الأخرى اللي هي الكتل الشيعية والكتل السنية والكردية، وكذلك راح تدفعون الحلبوسي لأن يتعرض لذات العملية، عملية الابتزاز السياسي. وهو هذا اللي صار تقريبا. الشيعة طلبوا أشياء من الحلبوسي في مقابل إسناده، وطلبوا أشياء من الجبهة العراقية في مقابل إسنادهم. هل هذا
قصور بين اقتباسين، قصور في التحليل السياسي إذا صح التعبير؟ أنا يعني وجهة نظرك محترمة، ولكن أنا في وجهة نظري أنه القطب الواحد ما يفيد، يعني القطبين أفضل. يعني من يعني خلينا نحسب حسابات أنه الكتل الشيعية أو الكتل الكردية أو الكتل السنية، إذا ما كان هناك قطبين ما راح يكون هناك تفاعل، وما راح تكون هناك يعني حرية اختيار لدى الناخب. يعني نحن جبهة عراقية الآن لدينا فكرة أنه ندخل الانتخابات في المستقبل بكتلة منافسة لكتلة السيد الحلبوس، وهذا شيء طبيعي. يعني ما كان هناك يعني خيار واحد هو إقالة الحلبوسي، لا، هو كان من الخيارات وفيها الأولويات. أنا بصراحة أحكي لك، ولكن عندما ما حصلت العدد خلاص تتحول إلى الأمور الأخرى اللي ممكن أنه تحقق بها نوع من يعني نوع من مطالب جماهيرك. يعني انت ما تقدر تقدم، انا ما اقدر اتعامل مع حزب ما مؤمن به. يعني السيد الحلبوس احنا صديقنا، ما عندنا مشكله كسياسيين، ولكن كرؤيه وكبرنامج انا ما اقدر اتوالم وياه. ايضا هو ما يقدر يتوالم مع البرنامج اللي انا عندي في حزبي. وبالتالي فان التعدد، ليش قالوا تعدديه؟ هو الافضل. السيد الحلبوسي راد يكون هو الوحيد يعني، والكل تلتف حوله. يعني هو اتصل بينا كاحزاب قال احنا انا اريد انه تنصهرون في حزبي، ما اريد انا اتحالف. ماكو شيء يعني، التحالفات والاحزاب لديها خصوصيات. فلذلك الجبهة العراقية بقت جبهة، ولكن كل حزب له خصوصية. ممتاز. لا انصهار، ولا يعني مثلا جبهة الإنقاذ لديه خصوصية، نحن كبيارق خير لديها خصوصية. ممتاز. الأحزاب الأخرى اللي هي موجودة لديها خصوصية، وبالتالي فإن الخصوصية تبقى في الجبهة العراقية، ولكن هدفها هو الإصلاح. سيد يزن، أرجع لجنابك مرة ثانية وأسألك. السيد علي الصجري يمكن فد 100 مرة صرخ بموضوع 5 مليار في وزارة الدفاع وعقد مشترك ما بين فلان وفلان، وهاي التفاصيل الموجودة. ما أدري الدولة العراقية عندها هذا المبلغ تقدر تروح تتعاقد ويا شركة وتعطيها كاش ماني؟ هذه موجودة صحيحة لو مو صحيحة بتقديرك الشخصي؟ يعني السيد علي الصجري شوي يحب يبالغ. زين. رقم هائل 5 مليار. ايش قد موازنة وزارة الدفاع؟ كلش قد موازنتها الاستثمارية حتى 5 مليار عقد لها. رقم هائل كلش كبير يعني. زين. ما يمشي، ما يعبر بصراحة. وزارة الدفاع يعني أقصد أنه هي خاضعة للمساومات السياسية، ما فيها وما عليها من صفقات وأموال. لو إحنا تجاوزنا هاي المرحلة باعتبار فلسنا والحمد لله. لا، ماكو وزارة ما بيها عقود. زين. وماكو عقود ما يتدخل بيها السياسيين والهيئات الاقتصادية والأحزاب والفاعل السياسي صاحب الوزارة بالمحصلة النهائية. هذه قصة بعد صارت جزء من المشهد السياسي والتنفيذي في العراق. ماكو وزارة توب يعني هسه شنو بدنا نحكي على ذني 47 مليار ذني توقفت وتم إطلاقها، والوزير هو واحد من أفضل الوزراء، من أهم أفضل الشخصيات اللي هو دكتور خالد بتال. عن طريق وزارة التخطيط. طبعا هاي القصة تم تأسيس لها من زمن سيد عمار يوسف. كان حليف التخطيط، وكان يتم دائما إطلاق هذه الأموال مقابل كوميشنات يعني. الآن مع السيد خالد بتال لما ما قدر يدفع كوميشنات راح اضطر أنه هو يذهب بخصومة مع السيد الحلبوسي، لدرجة أنه يريد يعني يسعى للإطاحة به حتى يطلقوا له 47 مليار دني. طبعا هذا الكلام قبل ما ينشق عنا المحافظ. انا اعتقد بعد انشقاق المحافظ بعد ما يقدر يحصل ولا دينار من الاموال التي تخصص لمحافظة صلاح الدين. اذا قدر السيد عمار الجبر، اولا اذا ما رضخ للضغوط واهم ضغوط السيد الحلبوسي، وايضا اذا استمر في نفس هذا النهج وقام باستبدال كل ادوات، هو استخدام الوزارات والمحافظات في تمويل المال السياسي الخاص بالانتخابات والسرقة والفساد، أيضا تقف وراء مشكلة كبيرة جدا، اللي هي مشكلة أنه أنا أأمن ماكو عقوبة.
يعني الفاسد الذي يتلاعبان مأمن ماكو عقوبة. السيدة وزيرة التربية 41 مليار دينار بعقد التأمين بطريقة سياسية، وراها نائب، النائب اشترى الوزارة، سوت عقد مخالف للقانون بتقارير قضائية وهيئة الرقابة المالية بشكل مريع المخالفة، حكمت بسنة مع وقف التنفيذ استنادا للمادة 331 ومشت المشكلة المحصلة هذه. المحصلة أن القضاء ربما يكون في بعض الأحيان ما أعرف ما يؤدي دوره بشكل صحيح، خاف أقول متواطئ باكر يرفعون عليه الدعوة. السيد لا أستاذ حسام، بالمحصلة هي أنت اليوم عقد وزارة التربية يقول هذا انفسخ على الأقل، يعني أوكي تدان الموزيرة إلى آخره، ولكن انفسخ. أنت عندك عقود بمئات المليارات ما فسخت ومشت وانباقت، ما حد حاسبهم. انت اليوم انا اعتبر اي مسؤول اليوم اصغر موظف في الدوله العراقيه، اقل معاون مدير عام في اصغر قسم، لما يشوف واحد عليه 220 قضيه مثل ابو مازن والناس تسميه زعيم واللي ما ادري شنو تهوس هو يسمي روحه زعيم، كنت برلمانيه وماخذ له وزاره هو يسمي روحه زعيم. السيد يزن انا عنده 220 قضيه، شلون ما يصير حرامي؟ ما تدري انتهى الوقت عندي، ما يصير حرامي اصلا، مغفل اذا ما يصير حرامي. انتهى الوقت، هاي الحاله تنقر مليارات كلها تبوق بعد يحكي اياها على منو انا صاير شريف وميت من الجوع طايح، طبيعي هذا يؤسس لفساد. انتهى الوقت عندي للاسف. ابو مازن تؤسس لفساد. السيد يزن الجبوري عضو المكتب السياسي في حزب الوطن، أنا أشكر انضمام جنابك معي، والسيد عفوا النائب محمد الخالدي كنت معي عبر الأقمار الصناعية من أربيل، أنا أشكر جنابك وانضمام حضرتك معنا بهاي الليلة،